بعض الأخوة الأخوات بعثوا إلينا برسائل حول قضيتي. في بعض الأحيان تكون لديك معاملة إلا في هذا اليوم تذهب موعدها إلا في هذا اليوم، وهذا اليوم لا سمح الله فيه يعني مانع، فيه عرض، ربما هناك من يمنعك، هناك من يقول لك يعني سواء كانت أمك تقول لك أو أبوك أو أخوك لا تخرج خلال هذا اليوم، ترى هذا اليوم مو جيد، هذا الأمر به كذا وكذا إلى غير ذلك. فماذا تفعل إذا كانت الحاجة إلا اليوم؟ شنو أسوي؟ ما أستطيع، هم منطيني موعد بالدائرة إلا يوم 20 بالشهر، صار فت قضية معينة في بيتي في المنطقة في الدولة لغير ذلك، وهو منطيني موعد يعني، واني مضطر إلا روح هذا اليوم، وإذا ما رحيت تتأجل شهر آخر. هل يوجد هناك حل؟ نعم، أهل البيت حل لكل شيء. رجاء استمع، رجاء استمعي. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إذا أردت التوجه في يوم قد حذروك منه من التصرف، حذروك من عنده، دير بالك من هذا اليوم لا تطلع وانت مضطر بأن تتوجه إلى حاجتك. إذا أردت التوجه في يوم قد حذروك منه، فقدم أمام توجهك قراءة ماذا؟ أولا الفاتحة والمعوذتين والتوحيد وآية الكرسي إلى قوله تعالى وهم فيها خالدون وسورة القادر وآخر آل عمران إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة، ثم قل بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بك يصول الصائل وبقدرتك يطول الطائل، ولا حول لكل ذي حول إلا بك، ولا قوة يمتأرها ذو قوة إلا منك، بصفوتك من خلقك وخيرتك من بريتك محمد نبيك وعترته وسلالته عليه وعليهم السلام، صل عليهم واكفني شر هذا اليوم وضره، وارزقني خيره ويمنه، واقض لي في متصرفاتي بحسن العاقبة. اليوم أنا عندي قضايا هواي، حوائج هسه، دائرة حكومية، رايح الطبيب، أقضي حاجة أحد ولازم أطلع اليوم، فماذا تقول الله؟ واقض لي في متصرفاتي في هذا اليوم بحسن العاقبة وبلوغ المحبة والظفر بالأمنية وكفاية الطاغية المغوية وكل ذي قدرة لي على أذية، حتى أكون في جنة وعصمة من كل بلاء ونقمة، وأبدني فيه من المخاوف أمنا ومن العوائق فيه يسرا، حتى لا يصدني صاد عن المراد. يعني بعد هذا الكلام أحد يقول لي لا تطلع، لا إن شاء الله بعد ما يصير شيء، حتى لا يصدني صاد عن المراد، ولا يحل بي طارق من أذى العباد، إنك على كل شيء قدير والأمور إليك تصير، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يوفقنا للرجوع لذكر أهل البيت عليهم السلام، كما قال الإمام الصادق عليه السلام: ذكر الله وذكرنا شفاء من كل داء.